انظروا، أحيانا أنت تؤمن بشيء كفكر، لكن مو مختلط هذا الفكر بروحك، فتصرف بناء على ما تؤمن به. أحيانا تلتزم، أحيانا لا تلتزم، لكن مؤمن بالشيء. يعني تؤمن بأن الصلاة واجبة تجاه ربك، لكن أحيانا تفوتك الصلاة، لكن مؤمن بها، ما كفرت بها. فوق الفكر هنالك العاطفة. شوفوا، قضية الحب والبغض قضية أساسية ورئيسية، لأن الذي يحب الشيء يلتزم به. الإنسان لما يحب ربه، والذين آمنوا أشد حبا لله. الحب مرحلة متقدمة على الإيمان. يعني مثلا نحن نطيع الله فيما أمر، ونحاول أن لا نرتكب المعاصي إذا نهى. أقول قضية الشعائر الحسينية مليئة بالعواطف، طبعا هذه القضية المطلوبة. أصلا أنت شوف مصدر العواطف القلب، الفكر في الدماغ. أنت بدماغك تفكر، بمخك تفكر، لكن عواطفك في قلبك. إذا أجاك خبر سيء، شوف قلبك قام يوجعك، تشعر بانهيار في داخل قلبك. تقول وقلبي لقلبكم سلم. أبا عبد الله، مو فقط احنا نمشي بالاتجاه اللي تمشي، ولا نقف في الجبهة التي تقف فيها، وإنما قلبي مع قلبك. شو تحبه أحبه، شنو تكرهه أكرهه، وقلوب أولياء الله أيضا هكذا مع الله عز وجل، لا يحبون ما يكرهون. فقضية العواطف جياشة في الشعائر الحسينية، وهي المطلوبة. ولذلك الأئمة كانوا يطالبوننا بالبكاء بل بالتباكي. التباكي شيء إضافي، البكاء تبكي، التباكي تتظاهر بالبكاء. هم إلك الجنة، من بكى أو أبكى أو تباكى فله الجنة. هاي العاطفة مطلوبة، هاي لازم ننشرها. أما يجي واحد يقول يا أبو خل نروح على الفكر، روح على الفكر، منو كان مش قدامك طول السنة؟ روح على الفكر، خليك شهرين في الشعائر الحسينية، منو مانعك؟ عرفت الحسين، حبيت الحسين، شوف الحسين شو سوى، ما الذي فعل، ما الذي قام به. هذا الجانب ما ممنوع عنك، ليش تخليه في مقابل ذاك؟ هذا مدخل العواطف، مدخل إلى مخبر الثورة الحسينية وجوهر النهضة الحسينية. من هذا المدخل أدخل، لا توقف، منو مانعك أن توقف في الوسط.